من ناحية أخرى، أعلن السفير المصري في بكين مجدي عامر أن الرئيس السيسي سيصل إلى العاصمة الصينية قادما من سنغافورة مساء الثلاثاء المقبل، وذلك للمشاركة في الاحتفالات الضخمة التي تقيمها الصين بمناسبة الذكرى 70 للانتصار في الحرب العالمية الثانية. وأوضح عامر أن زيارة الرئيس ستتضمن العديد من اللقاءات الثنائية التي سيجريها مع المسؤولين ورجال الأعمال الصينيين، وأكد أن الزيارة تعكس مدى تطور العلاقات بين البلدين.